السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتابة باراجراف عن يور سكول، مدرستك. نبدأ بسم الله في وسط السطر يور سكول، مدرستك أو مدرستك. يبدأ الجملة بحرف كابيتال وفي نهاية الجملة نضع فاصل. نبدأ بسم الله. My school يعني مدرستي، حول طبعا العنوان ده يور لماي واقول my school مدرستي is، بوصف المدرسة is very، بتكون طبعا وليكن كبيرة يبقى big and وكمان amazing ومدهشة، يبقى my school is very big and amazing. قول كمان برضو هناك أو يوجد there are many، هناك الكثير من أو يوجد الكثير من many buildings الأبنية in it فيها. وطبعا في معمل في مدرستنا، يبقى نقول الكلام ده ازاي؟ يبقى there يوجد أو هناك، there is يوجد للمفرد، a أو a new laboratory، laboratory معمل جديد in our school مدرستنا، there is a new laboratory in our school. كمان يمكننا دراسة الساينس هناك، يبقى نقول الكلام ده ازاي؟ يبقى we can study، كنا دراسة أو مذكرة science هناك there. هنقول في المعمل in the laboratory المعمل، نعمل فاصلة كده ونقول الحاجات الموجودة في المعمل. There is يعني يوجد، there is equipment يعني معدات، equip أو أدوات طبعا احنا محتاجها في التجارب، which التي ونحن نيد نحتاجها أو بحاجة لها، to do للقيام بالإكسبيرمنتس بالتجارب، التجارب العلمية. كمان هنقول برضو إن مدرستنا أو ملعب مدرستنا our school playground، play ground ملعب مدرستنا is كبير، يبقى large is a large يعني واسع أو كبير. open area يعني منطقة مفتوحة واسعة، يعني our school playground ملعب مدرستنا is a large open area، منطقة مفتوحة واسعة كبيرة جدا يعني. كمان هنقول برضو في مقاعد، يبقى there هناك أو يوجد، there are للجم benches مقاعد، to لكي sit نجلس طبعا on عليها طبعا أسفل الأشجار يبقى under the trees تحت الأشجار، يبقى نقول there are branches أو benches عذرا مقاعد to sit لكي نجلس on under تحت طبعا they the trees الأشجار. كمان برضو هنقول إن إحنا عندنا we have لدينا a nice garden حديقة جميلة أو لطيفة في مدرستنا، يبقى in our school في مدرستنا.
تمام، برضو احنا بنزرع نباتات فيها، يبقى we grow، احنا بنزرع plants in it فيها. هنقول احنا عندنا طبعا الحاجات الاجهزة الموجودة داخل المدرسة، يبقى we have، لدينا او نملك، من الكثير من اللابتوبس، لاب توبس اند تابلتس. في طبعا هناك الكثير من اللابتوبس اند تابلتس ان اور، في سكول ان اور، ممكن مثلا هناك طبعا في ان اور، معلش عذرا، يبقى اور ايه، كمبيوتر كلاس رومز، في حجرات الايه، الكمبيوتر كلاس رومز. كمان برضو ممكن نقول ان في هذا، this، هذا يمكنه، او this can help، هذا يساعد، this can help many، الكثير من الطلبة، يبقى students، في الدراسة بسهولة، يبقى قصدي study easily، بسهولة. أجين مرة تانية نقول طبعا عندنا your school، مدرستك، my school is very big and amazing، مدرستي كبيرة ومذهلة أو مدهشة، there are many buildings in it، هناك الكثير من المباني فيها، there is a new laboratory، يعني هناك معمل جديد in our school، في مدرسة، we can study، يمكننا دراسة ساينس العلوم there، هناك، in the laboratory، في المعمل، there is equipment، في معدات، which التي we need to do experiments، كمان للقيام بالتجارب العلمية. Our school playground، يعني ملعب مدرستنا، is a large open area، منطقة مفتوحة واسعة، there are benches، في مقاعد to sit، لكي نجلس on، under، تحت the trees، الأشجار، we have a nice garden، عندنا حديقة جميلة. عذرا الحتة دي تاني، يبقى there are benches to sit on under the trees، عندنا مقاعد للجلوس تحت الأشجار. We have a nice garden، عندنا حديقة جميلة أو لطيفة. In our school، في مدرستنا، we grow، بنزرع plants، نباتات، in it، فيه. We have many laptops، هناك الكثير من اللابتوبس and the tablets، والكمبيوترات اللوحية. In our computer classrooms، في غرفة أو غرف الكمبيوتر. This is أو this can، هذا يمكنه، يمكن أن يساعد، this can help many students، الكثير من الطلبة في دراسة، study easily، أو الدراسة easily، بسهولة. كده نكون وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو ينال إعجابكم. شكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.